يوم الخميس كانت معنا سيدة مستمعة أم إسراء. أم إسراء اللي كانت كتعيش ظروف زوج خدام مزيان ما كاين حتى مشكل، زوج مسرف كتقول له نجمعو ما كيجمعوش، هي كانت خدامة جلسات من بعد ما ولدت. من بعد أم إسراء كتب المكتب الشركة فين كان كيخدم الزوج ديالها، وقفت العمل، الرجل بقى جالس. كتقول انا بغيت نعاون الزوج ديالي اللي هو بالمناسبه لقى خديمه الحمد لله. النهار اللي تواصلت معنا يوم الخميس كان ب 3000 درهم، نهار الخميس الزوج ديالها بشرها وقال لها راه الباترون قال لي راه زدتك واحد 1000 درهم الحمد لله. الجميل في الامر فينا هو وان المخرج ديالنا سي ابراهيم هضيبي تواصل معايا قال لي سيام كاينه واحد السيده اللي سميتها نزهه واللي قالت بغات تعاون ام اسراء. ام اسراء اللي في المداخله ديالها قالت انا راه كنتقل القياطه وانما ما عنديش الامكانيات باش نشري ماكينه. انا اليوم من دخلت الخدمه وكعادتي اول حاجه كنديرها انني كناخذ طابلات اللي وكنقرا الرسائل اللي كيوصلونا، العشرات بل المئات من الرسائل اللي كيوصلونا على الرقم ديالنا الواتساب اللي هو 06 33 620 621. كنحاول انني نقرا كل يعني كنحاول نقرا لان بعض المرات شي حد اللي كيقول غير السلام ومن بعد هذا كنقرا الرسائل. كنلقى بان ام اسراء صيفطت لي تصويرات ديال الماكينه وفيها رساله قصيره كتشكرنا فيها وكتقول الحمد لله ديك السيده راه وفات بالعهد ديالها، يعني هي دازت معنا الخميس السبت شرات لها الماكينه. ما شاء الله عجيب. ناخذ ام اسراء استاذ محمد بن ساسي. أم إسراء كينا معنا؟ كينا معنا وهي بغات دوز معنا في المباشر باش تشكر للنزهة. السلام عليكم أم إسراء. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بصحة والراحة الماكينة. الله يعطيك الصحة أختي، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. وما تخيليش الفرحة ديالنا اليوم أم إسراء. والله ما تكونوش بحالي أنا فيان والفرحة والفرحة فيا ديك ليلة ديال الخميس والله العلي العظيم ما جاني النعاس. كنقول عندك يكون غير شي حد كيتفلى ولكن كنقول لا مستحيل ما تيقش جوج الماكينه للدار بقيت كنشوف فيها كنقول واش بصح زعما حتى لهاد الدرجه الحظ لعب معايا والله العظيم ما تصوروش ديك الفرحه اللي حسيت بها. الحمد لله كنت دري صغير وشتي لي شي لعبه في مناسبه وبس فرحان بها بحال هكا. عندك ديري لها كيف عندك ديري كيف كيديروا الدراري الصغار الماكن دري صغار كيهزو كيبدا يخبطو. اذا ام اسراء تواصلتي مع هذه السيده لاله نزهه بالمناسبه اللي كنقول لك الله يثبت الاجر الله يجعلو في ميزان الحسنات ديالك والله يتقبل. اذا تواصلتي معها تلاقيتو فعلا يوم السبت. تلاقينا فعلا بعد الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى كيرجع ليكم، انا ممتنه لكم بسعادتي والله العظيم. وبغيت من هذا المنبر نشكر لاله نزهه شكرا بزاف، كلمه شكر قليله في حقها. ما نقدرش نعبر على داكشي اللي حسيت به والفرحه اللي حسيت بها. كنتمنى جميع المستمعين يدعوا معاها الله يصلح ليها وليداتها وتشوفهم ان شاء الله في المراتب العليا، حيت هذا هو الطلب اللي كانت هي طلباتني. قالت لي انا حاجه وحده طلبي لي الخير لوليداتي. الله تعالى يبشرها في وليداتها. بلي ديك الماكينه اللي شرات ليا ماشي غير باش نترزق بها ونخدم بها ونجمع بها فلوس، هذيك صدقه جاريه حتى انا غندير بها الخير، غيجي شي حد ونخدم لي غير فابور ويقول لي الله يرحم لك الوالدين. الله يرحم لك الوالدين انا كنتقاسمها معاها، انا كندعي معها في اي وقت ديك الماكينه غتبقى عندي نشوفها الصباح والعشيه وكندعي معها فين ما شفتها. وحمدت على عاتقي انني تانا من نهار ان شاء الله نخرج من هذه الازمه حتى انا غنعاون شي حد ولو غير بحاجه بسيطه حتى انا غنعاون. نبغي نتقاسم مع المستمعين ام اسراء ربما غتنسى ما غاديش تقولها هو انها من اتصلت بهذه السيده نزا قالت لها شوف انا راه بغيت غير ماكينه اللي تكون قديمه. قالت لها شحال كدير؟ 1500 درهم. قالت لها لا شوفي احسن ماكينه واللي شاها لك خاطرك غادي ناخذها. يا كان انا عطيتيني الرقم ديالها وبقيت مترده كيفاش غنتصل بهذه السيده، حشمت عني العرق ديال الجبين ديالي ما قدرتش نتصل بها. وقلت صافي، قال لي الزوج ديالي شوفي الله سبحانه وتعالى سخرها، الله اللي بغالك ماشي الله سخرها لك. صافي واتصلت بها هضرت معها قالت لي شوفي اختي، قالت لي شنو بغيتي قولي شنو خاصك، لانني بغيتي ماكينه قديمه. قالت لي شحال كدير؟ قلت لها راه كدير 1500 1600. قالت لي وجيده شحال كدير؟ قلت لها توصلت 4000 درهم. قالت لي غتمشي للمحل اللي عجبك وشوفي الماكينه اللي مزيانه اللي ما ديهاش للدار وتخسر لك الماكينه الجديده اللي فيها لا غارونتي باش تبقى خدامك مزيانه وما تشوفيش الثمن. فعلا مشيت وسولت وقيت ماكينه كدير 1800 درهم مزيانه كاليتي مزيانه. قالت المهم عيطت لها نهار الجمعة عيطت ليها قالت لي دارت معايا السبت مع 11، السبت عاودت عيطت ليا قالت لي ما تخرجش من الدار حتى نعيط لك لحقاش غنجيب وليداتي من المدرسة. فعلا وقت عيطت ليا خرجت من الدار تلاقيت انا وياها في المحل اللي نعدتو ليها.
وشافت ديك الماكينه قلباتها على هي اللي باغا تخدم فيها. ما شاء الله. وانا اللي حريفيه وتلزم في الدومين شي حوايج ما بديتش لهم بال وهي ربات لهم بال وقالت لك سيدي عطيني البون ديك العام ديال الكرونتي هي في البون وكاشي وقلباتها ودارت لا فاكتور باش شراو وجمعات لي زاكسسوار كاملين ديولها وكنت انا غنخليها حتى العشيه ونجيبها في لوندا قالت لي لا غادي ما نمشيش انا للدار حتى نشوفك هزيتيها وحتى شافتني هزيتها وقطب عليا كانها اختي ولا شي حد اللي شافتني كبرت وشافتني حطيت ديك الماكينه الله يجازيها بالخير انا هذا الخير اللي درتو فيا ما داروش فيا الناس اللي قابلين لي الناس اللي قابلين لي بزاف وما وقفوش معايا في الازمه الله يجازيها بخير كلمه اللي نقول داكشي اللي في قلبي ما نقدرش يخرجه فمي وفي الحقيقه كاملين عينينا دمعوا والله العظيم كنسمعوك كنتمنى من اي واحد كيصنف الراديو اي واحد كيسمع في هذه اللحظه يدعي معها يقول يا الله يجازيك بخير الله يخليك ولداتك الله يعوضك خير الله يخلي لك اللي تمنيتي واللي عزاز عليك وينما الجميع في هذا الشيء كامل باش نقلبوا من الفرحه وانا كنشوف الدموع في العينين ديال استاذ محمد بن ساسي ام اسراء وانت طالعه بالماكينه تلقيتي جارتك فعلا وإلا دخلتوا للصفحة ديال كيدير مع المصروف غتلقاو الماكينة ومحطوطين فوق منها جوج ديال التوابات و100 درهم ديال التصبيق بغيت نشارك معاكم حتى هي انا طالعه بها في الدروج مع طالع بها الزوج ديالي داكشي هو طالع بها قالت لي مالك اش كاين ثلاثه ديال واحد الماكينه راني جبتها باش نخدموا داكشي يلا حطيناها طلعت دقات عليا في الباب وقالت لي شوفي انا الاولى غادي ندير ان شاء الله باش يتيسر الامور اي واحد سيده حاجه الله يجازيها بخير حتى هي وجابت لي جوج شواب قالت لي جلابه ديال الصلاه وواحد جوهره تحطيها وخيط عليا وعطاتني 100 درهم ديال لافونس قالت لي وقولي لي بشحال طلع لك انا قلت لها شوفي بسم الله هذه اول حاجه بسم الله ان شاء الله هي باب الرزق ايوا لالا اش غادي نقول لك ما سخيناش بيك ام اسراء بارك مسعود مره اخرى الله يدخلها عليك بالصحه والرزق ان شاء الله ونبقاو دائما مواكبينك